مشاهدين بمشاركة حوالي 11,000 طالب من المنطقة، منهم 874 طالبا من جامعات مدينة دبي الأكاديمية العالمية. بدعم من مدينة دبي الأكاديمية العالمية أيضا أكدت دراسة جديدة أعدتها KPMG وذا تالنت انتربرايزر أن الغالبية العظمى من طلبة الجامعات في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام أيضا واثقون بأن المهارات اللي يتعلموها في الجامعة سوف تساعدهم على المنافسة في سوق العمل إقليميا وأيضا عالميا، كما أوضحت استطلاعات الرأي أن معظم الطلاب في الإمارات يرغبون بالمزيد من التوجيه والإرشاد لدخول سوق العمل. وللمزيد خلونا نتابع معكم التقرير التالي. اليوم أطلقنا التقرير المعنون باسم ماذا عن الشباب؟ هذا التقرير تعاونت فيه مدينة دبي الأكاديمية مع مؤسستين من مؤسسات الأبحاث الموجودين في الإمارات KPMG وتالنت انتربرايز. بشكل أساسي الدراسة في هذا التقرير استهدفت استطلاع آراء الشباب حول جانبين مهمين. الجانب الأول هو مدى تطلعاتهم إلى سوق العمل فيما يتعلق بما حياتهم بعد التخرج، وجهة نظرهم في الوظائف المتاحة، في مستوى الأجور، في المهارات اللي هم ممكن يتعلموها في أثناء الدراسة. الجانب الثاني هو تصوراتهم وانطباعاتهم عن الفترة الدراسية اللي قضوها في أثناء دراستهم الجامعية، عن التخصصات اللي اختاروها، عن الإرشاد والتوجيه الأكاديمي اللي تلقوه من الجامعة، عملية المقارنة بين ما يتعلمه الطالب واحتياجات سوق العمل بعد التخرج. فبشكل أساسي هذه كانت أهم محاور الدراسة واللي شملها التقرير. يعني هو يمكن هناك مجموعة من التحديات ومجموعة من الفرص. إذا كنا نتكلم عن التحديات على سبيل المثال، الطلاب بيّنوا من خلال الاستبيانات اللي طرحها التقرير حاجتهم إلى الإرشاد الأكاديمي المناسب لهم. هذا الإرشاد ممكن يكون له دور كبير في عملية توجيههم إلى أنسب الفرص، فرص العمل بعد التخرج. هاي الدراسة تمت بتعاون وثيق بين شركة KPMG ومؤسسة تالنت انتربرايز وبدعم لا متناهي من مدينة دبي الأكاديمية. هلا هاي الدراسة شملت حوالي 11,000 طالب من مختلف الجامعات في دولة الإمارات وفي المنطقة، خاصة من خلال الدعم اللي قدمته مدينة دبي الأكاديمية وربطنا بمختلف الجامعات، جامعات إقليمية وجامعات عالمية. أفضلت الدراسة إلى عديد من النتائج فيما يعني خلينا نقول متطلعات ومتطلبات الطلبة في هذه المنطقة وفي دولة الإمارات بشكل خاص. هاي النتائج مبشرة تؤكد إلى أنه الأمور على المسار السليم. حوالي أكثر من 70% من الطلاب أعربوا عن رضاهم لمستوى الأكاديمي والتعليمي والمعلومات اللي عم يحصلوا عليها من خلال دراستهم في الجامعات المحلية، ولكن أعربوا عن حاجة إلى مزيد من خلينا نقول الدعم والتوجيه الأكاديمي لتمكينهم أكثر من الدخول إلى السوق الوظيفي. طبعا الدراسة جدا عميقة وفيها كثير من خلينا نقول النتائج على عدة محاور. مثلا على سبيل المثال فينا نقول انه حوالي 1 من كل 10 طلاب اعربوا عن رغبتهم وتطلعهم لدخول مجال ريادة الاعمال، واللي هو محور مهم على أجندة الحكومة في دولة الامارات العربية المتحدة والمبرهن عليها بالدعم الكبير في المناطق خلينا نقول الفري زونز والمناطق الاقتصادية وجميع خلينا نقول المحفزات والمساعدات اللي بتم تقديمها للطلبة. من ناحية أخرى تمام توصلنا لأنه في حوالي نسبة 20% من الطلاب مهتمين بالمجالات العلمية، خلينا نقول بنسموها بالإنجليزي STEM، واللي هي المرتبطة بالعلم بالتكنولوجيا بالرياضيات وبالهندسة. وهي النسبة ليش مبشرة؟ لأنه في دراسة تانية أجرتها منظمة OECD توصلت أنه حوالي 27% من الطلاب على مستوى العالم مهتمين بمجالات الستيم.
ودراسة تبعنا أفضت لأنه 21% من الطلاب بالدولة الإمارات وبهالجامعات مهتمين بهذا المجال، مما يؤدي إلى أنه نحن على المسار الصحيح، الفارق ليس بعيد مع كل خلينا نقول المبادرات والدعم الموجود، ومع مزيد من التوجيه مستقبلا من سواء من قبل الجامعات والهيئات الأكاديمية أو من قبل الشركات العاملة في المجالات المهنية، ممكن هاي الفجوة تتقرب ويصير هذا الرقم أعلى وأعلى.